اللي ايجابيه. احنا كان خاصنا هذا الانشيني دي ماتش لي ريزيطا، الحمد لله نظن باللي الفريق بدا يجد في المعالم تاعه، حققنا فوزين داخل الديار وهذا التعادل خارج الديار، نظن باللي النتائج ايجابيه راح تخلي اللاعبين معنويات مرتفعه وما تخلي كذلك الطاقم الفني يكون يخدم في اريحيه، وان شاء الله احنا نتمنوا المشاكل هذو الاداريه ان شاء الله في اقرب وقت ان شاء الله يتسوى، وان شاء الله احنا رانا مع الفريق ان شاء الله نمدوا كل ما بوسعنا ان شاء الله من اجل ضمان البقاء في اقرب وقت. صراحه هذه امور اداريه وخاصه بالفريق، ما نقدرش نقول كل شيء في الصحافه، نظن باللي الاداره هي على بالها وش كاين في هي كاين مشكل مالي محض، ما نكذبوش نقولوا ما كانش مشكل مالي، كاين بعض النقائص، كاين عده امور غير ايجابيه، ان شاء الله مع الوقت تتحسن وان شاء الله يكونوا ناس اهل المهمه ان شاء الله من اجل الوقوف مع الفريق ان شاء الله. صراحه نظن باللي الطاقم الفني اعطى اضافه جيده للفريق، قام بعد بعض التغييرات بعض التنظيمات في الفريق اللي كانت تخص الفريق بدون انقاص من الطاقم الفني اللي كانوا قبل، نتمنى لهم النجاح كذلك، هذه سنة الله في خلقه، اليوم راك خدام في فريق وغدوة تكون في فريق آخر، هذه هي كرة القدم، نظن باللي اللاعبين راهم تجاوبوا مع المدرب الجديد، المدرب على كل حال معروف بالحنكة تاعه، معروف بالاسم، وضع اسم خاص به في البطولة الوطنية، على كل حال هو معروف، احنا إن شاء الله نساندوه كذلك في خارج داخل الميدان وخارج الميدان إن شاء الله. تونسيوماتر اوتوماتيكي زد ام، جهاز مراقبة ضغط الدم اوتوماتيكي، راقب ضغط الدم وصحتك في منزلك. العلامة سويسرية، متوفر في الصيدليات ومحلات بيع المستلزمات الطبية. دي ام سي ام، المتخصص في استيراد المعدات والمستلزمات الطبية والموزع الحصري للمنتجات الصحية لعلامة روزماكس السويسرية. للمزيد من المعلومات اتصل بالرقم التالي أو زور صفحتنا على الفيسبوك.